أستاذ عبد الرحمن، هل ممكن الجمعية العمومية تنعقد وتستكمل يوم الجمعة القادمة؟ أنا أتوقع أنها ستنعقد، لأنها ستنعقد في هذه الحالة مطلوب أنها تنعقد بالربع زائد واحد، وإحنا تجاوزنا، يعني هيبقى 1600 وحاجة. إحنا تجاوزنا في الجولة الأولى كان 1700 وعدينا ال 1700، فكان النسبة اللي حضرت أكتر من الربع، فالنسبة المطلوبة أعتقد أنها توفرت في المرة الأولى. نسبة كبيرة من الصحفيين ما نزلوش في المرة الأولى، هينزلوا في هذه المرة، لذلك أتوقع أنها تنعقد بكل سهولة ولا تكون هناك متاعب في هذا الأمر. هل حضرتك شايف ان نقابة الصحفيين اللي الكل بيشهد مثلا بنزاهتها او استقلالها بمعنى في حرية الرأي والتعبير وتضم كل الأطراف السياسية بشكل عام النقابة، هل ممكن هذه النقابة تنحاز الى تيار معين او تنحاز الى اتجاه سياسي دون الانحياز الى مصلحة المهنة نفسها؟ هذا هو الخطر يا أستاذ محمود الذي يواجه المهنة والنقابة الآن، أن هناك شد وجذب بين أطراف سياسية شتى، كل يريد أن يسير به في اتجاهه السياسي، لكن للأسف لم يحدث رجوع للجمعية العمومية، هي مصدر السلطات الجمعية العمومية، ينبغي الرجوع إليها في الأمور الخلافية سياسيا. كثيرا ما واجهتني مثل هذه الأمور الخلافية، لكن كانت بتنعقد جمعيات عمومية تواجه هذه التحديات بروح الوحدة بين الصحفيين، وكان موجود عندنا المسيحي فيليب جلاب واليسارية أمينة شفيق والحكومي إبراهيم نافع والإخواني محمد عبد القدوس وغير ذلك من شتى التصنيفات والأفكار، كلهم يقفون على منصة واحدة وفي موقف واحد، كما رأينا في مواجهة تحدي القانون 93 لسنة 96. وكانت هذه الروح روح إن إحنا لنا انتماءات فكرية مختلفة، لكن نواجه التحديات بروح جماعية، نحترم بعضنا بعضا ولا نقدم هذه الصورة السيئة لعدم الاعتراف بالآخر أو لإقصائه أو محاولة إبعاده عن المشهد أو محاولة فرض الرأي أو الانتماء السياسي لفرد بعينه داخل المجلس أو للنقيب على هذا المجلس أو على النقابة عموما. هل يمكن فرض الرأي السياسي بالبلطجة؟ طبعا يؤسفنا أن يكون هذا السؤال مطروحا، لكن من أسف أن احنا شاهدنا نوعا من البلطجة خلال المجلس الأخير، صدرت يعني من زملاء لا أسميهم، أنا أعتبر ما حدث نوع من البلطجة، ما حدث في الجمعية العمومية اللي هي كانت قبل هذه الجمعية العمومية من أجل مناقشة الأمور المتعلقة بالجمعية السياسية وكده، وما شاهدناها أيضا من عنف لفظي وبدني. للأسف أصبحنا نتكلم النهاردة أن البلطجة تتسرب إلى الوسط الصحفي، بل تتسرب إلى بيت الصحفيين، إلى مكان الشرف والعزة والميثاق الشرف الصحفي، والمكان اللي هو بيحفظ على هذه المهنة مكانتها وهيبتها وقرها، فأصبح فعلا أصبح على هناك خطورة من تسرب والسماح بهذه البلطجة أو التساهل أو التسامح معها. ولكن أتوقع من الجمعية العمومية أنها تفرز أناسا أقوياء راشدين يستطيعون معالجة هذه المسألة بحسب وقطع دابرها قبل أن تستشري وتفسد وجه مهنة الصحافة وتؤثر علينا سلبا. في رأي حضرتك بشكل سريع، هل يتم العمل بميثاق شرف الصحفي في الصحف المصرية القومية والخاصة؟ للأسف حاليا لا يتم تفعيل هذا الميثاق أبدا. هناك كل جريدة تأثر بسياستها التحريرية التي تتلون بلون المالك لها، لكن الدور الأكبر يقع فعلا بعد يعني إلغاء المجلس الأعلى للصحافة بحكم القانون. سوف يكون لدينا مجلس وطني للإعلام، أتمنى يكون هناك مجلس وطني للصحافة خاص بالصحافة، أتمنى نقابة الصحفيين تقوم بدورها بالتعاون مع المجلس الوطني للصحافة في تفعيل مواثيق الشرف الصحفي وإحالة كل صحفي لا يلتزم بمواثيق الشرف الصحفي أو ينحرف أو يستغل المهنة في وضع مسيء لها، أتمنى أن هو يجد التأديب الكافي له، سواء من خلال التأديب أو من خلال الشطب من جداول القيد، وهي عقوبة لا شك أنها شديدة جدا بحق الصحفي. ملك التوفيق. شكرا جزيلا.